جوارديولا الليله. لكن في هذا المكان بويول ممكن ماركيز الان يقوم بهذا الدور بكره بينيه وخطيره. جول بيدرو كمان بيدرو في كل مكان. بيدرو يسجل الهدف الثاني في المباراه، وبيدرو يصل باهدافه الى 5 اهداف في الليغا. الذي يتألق في كل مكان وفي كل مباراة، بيدرو البديل من الناشئين إلى الفريق الأول إلى المنتخب الأول إلى التألق الكبير. يأتي الليلة عاد الليلة هدف بالخطأ من إسكودي، والآن بيدرو المهاجم البديل يأتي ويسجل الهدف الثاني. لكن لاحظ التغيير، لاحظ طلب الكرة، لاحظ تشافي اللي مرر الكرة بالضبط. اللقطة اللي واضحة أمامنا الآن التقدم من بيدرو المتألق، وبالتالي هو المهاجم يعني اللي سجل هدف. إبراهيم ما سجل، تريريوم ما كان حاضر ما سجل. غوارديولا الليلة، لكن في هذا المكان بويول ممكن ماركيز الآن يقوم بهذا الدور بكرة بينية وخطيرة. كبير يأتي الليلة عاد الليلة هدف بالخطأ من إسكودي، والآن بيدرو غوارديولا الليلة. لكن في هذا المكان بويول ممكن ماركيز الآن يقوم بهذا الدور بكرة بينية وخطيرة. جول.